السلام عليكم طلاب الصف الرابع، كيف حالكم أعزائي الطلبة؟ سنقوم بحصة اللغة العربية لهذا اليوم ومراجعة بسيطة لبعض القواعد في اللغة العربية. لنستعد ونحضر دفتر التدريبات ونكتب الأسئلة عليه حتى تحلوهم تبعتوا لي إياهم على المنصة. طبعا هم بالسؤال الأول طالب مني اكتب الحرف، بدنا نضع دائرة على الحرف على الإجابة الصحيحة. الحرف المناسب لتكملة الكلمة بتكتبها حسب القاعدة، بترجع وتتأكد منها. المفعول لأجل في الجملة صمت الحضور تعظيما للقرآن، بتحط دائرة على الإجابة الصحيحة. الاسم الموصول المناسب في الجملة الصدق والإخلاص هما فراغ، وأكمل الجملة حسب اسم الموصول المناسب فيها حسب القاعدة اللي تحدثنا عنها سابقا. تعتبر ما في الجملة ما لعب الأطفال في الشارع، ما التعجبية ولا ما النافية ولا ما الاستفهامية؟ ترجع بتحط الإجابة الصحيحة، بتراجع القاعدة اللي أخذناها سابقا حتى أتأكد أنه أنت وصلت عندكم المعلومة، بتحلوهم تبعتوا لي إياهم على المنصة حتى أتأكد. ننتقل للسؤال الثاني، بدنا نضع علامة الترقيم المناسبة في الفراغ. تحدثنا عن علامات الترقيم وأخذناها سابقا، علامة التعجب، الاستفهام، الفاصلة، النقطتين الرئيسيتين، الأقواس، وهكذا. بتكتب هون حسب الجملة عندك، بتكتب علامة الترقيم المناسبة. السؤال الأخير، اكتب اسم الموصول المناسب. عندي جمل، بدك توضع أسماء الموصول المناسبة. مين يذكرني بأسماء الموصول أخذناهم؟ أحسنتم، الذي، التي، اللواتي، الذين، اللتان، اللذان، هما أسماء الموصول، تضعهم بالفراغ حسب الفاعل اللي قام بهذا اللي بيرجع عليه الاسم. وبهيك احنا خلصنا حصتنا يا رابع، بانتظار حل الأسئلة هذه البسيطة لوضع العلامة عندي وتقييمكم للشهر الثالث. يعطيكم العافية، إلى اللقاء.